درعا نعيمة 23/8/2012 أثار قصف على البلدة. صاحب المنزل يروي لنا ماذا حصل ليلة أمس. الخليفة قصفوا عليه ملعب بلدي، وراك الملعب قريب علينا، يعني شنو بعيد فكروه، واحترق البيت كله مثل ما انتم شايفين. وراك الملعب البناء الكبير محدني على اليمين، طلع الحرق. هذا هو الملعب بلدي الذي يتم من خلال قصف البلدة بشكل يومي ومتواصل. وهي القذيفة هاي تواليها، يعني 23/8/2012 هذا هو ما خلفته هذه القذيفة في هذا المنزل. يعني حتى شوية من توالي القرآن لقينا محروق. يعني حتى القرآن الكريم ما سلمش نديم بشار أسد. الله أكبر، احترق بهذا البيت. خلي العرب يشوفوا المسلمين اللي بيقولوا عن حالهم مسلمين، اللي بيقولوا عن أنفسهم مسلمين، حكام العرب اللي بيقولوا عن حالهم مسلمين. هذا هو الإسلام؟ الإسلام بيقول إن القرآن نحترق ببيوتنا ومساجدنا؟ الله أكبر عليك يا بشار، الله أكبر عليكم يا عرب، الله أكبر عليكم. المنزل مدمر شبه كامل، يعني